اتفضل. طيب هو احنا هنتكلم عن ال pathology of cerebral veins ال thrombosis. احنا زي كان المفروض ال anatomy هنعرفه. ان احنا عندنا هو ال cerebral venous thrombosis ان احنا في occlusion لل venous channels اللي موجودة في cranial cavity، سواء بقى ال main cerebral veins ال major dural sinuses زي ال superior sagittal sinus او ال inferior sagittal sinus او الستريت سيجمويد او الترانسفيرس، دي الميجور ديورال ساينسز عندنا، او الكورتيكال فينز عندنا اهمهم الفين اوف ترولارد. ترولارد ده اللي هو بيدرين في السوبيريور ساجيتال ساينس، والفين اوف لابي اللي هو بيدرين في الترانسفيرس ساينس، او الديب فينز اللي هي الانترنال سيربرال فينز والسلاموسترايد فينز او الكافيرنس ساينس، دي الفينس سيربرال فينس سيستم يعني. فاحنا عندنا الثرومبوزز ان يحصل فيهم اوكلوجن. الاسباب عندنا في ريسك فاكتورز هرمونال زي الاورال هرمونال زي البريجننسي هرمونز، او البيشنت تكون بتاخد اورال كونتراسبتيف بيلز، ايتروجينيك او لوكال فاكتورز زي التروما او سيستميك illness. ثواني معلش. أو ممكن يبقى idiopathic. وفي الأطفال لما زي ما هنتكلم عنهم، من الأسباب الميجر في الـ cerebral venous thrombosis في الأطفال إن هو dehydration. في الـ older children شوية infection زي mastoiditis، زي ما دكتور عايدة عرضت لنا الحالة بتاعة المايستوديتس. أوكي، والـ clinical presentation بتاعها variable، ممكن يبقى من headache لحد ما يوصل لـ seizures and coma. فالدايجنوزز يعني بيبقى vague شوية لأن هي variable symptoms، فاحنا بنعتمد إن هو ممكن يبقى جاي بهيدك أو altered conscious state، عنده مشاكل في الفيجن، nausea and vomiting نتيجة increase ال intracranial hypertension، والساينز بابليديما أو cranial nerve palsy، أو يجي ب focal neurological deficits أو seizure أو coma زي ما قلنا. كدايجنوزز احنا بنعتمد في الراديوجرافيك فيتشرز، يعني بنعتمد على كذا حاجه. ان احنا ممكن نشوف الدايركت ساين اوف ثرومبس زي ما باين في السي تي نان كونتراست كده، ان احنا شايفين هاي دنس ليجن في مكان السوبير ساجيتال ساينس، او نشوف زي ما شفنا مع دكتور عايده برضو ان هي عامله انفارتشن بالكاركترستيك بتاعه الفينس، لان يوجوالي الديورال ساينسز او الفينس بتعمل هيموراجيك انفارتشنز وبتبقى بايلاترال، او نشوف ان في هيموراج او يحصل كورتيكال اديما نتيجه زياده الفينوس بريشر. ففي النون كونترا سي تي في ساينز ممكن نشوفها، زي ان انا اشوف الدايركت كلوت ساين، ان انا ابقى شايفه الترومبس واضحه كده في النون انهانسد سي تي، دي اسمها دنس كلوت ساين، او ان انا اشوف الترومبوز فين لينير كده، فدي بنسميها كورد ساين. ده في النون كونترا سي تي. في الكونتراست انهانس بقى بنشوف الساين اللي هي الانتي دلتا ساين، ان انا بشوف زي الانهانس ساينس بس جواه بيبقى فيه فيلنج ديفكت اللي هو بيبقى الترومبس، بيبقى لو اتنويتنج سنتر، بس الساين دي ممكن تبقى ابسنت في الايرلي ثرومبوزز. فانا بعتمد ان انا بشوف ان انا مش شايفه الفين، بيبقى نون فيجواليزد في الكونتراست، او ليتر نتيجه ان الترومبس حصل لها كانالايزيشن بعد 2 months. اوكي، ال CT venography ده برضو بيوريني direct thrombosis، ان انا بشوف ان ال vein بيبقى non enhanced، وممكن بعد كده زي ما قلنا ان هو يحصل شوية ان هو بيبقى ال vein يعني enhanced و center فيه اللي هو ال thrombosis اللي هو ال delta sign اللي اتكلمنا عنه. في ال MRI احنا بنشوف برضو ممكن نشوف ال clot وال sequel بتاعها، ان احنا عندنا normal ان ال veins بتبقى ظاهرة ان هي flow void، فاحنا عندنا ال loss of flow void ده او ال absence of normal flow void ده احنا هنشوفه في ال MRI. اوكي، وبال MRV اللي هو الفينوجرافي احنا مش هنبقى الفين اللي هو الثرومبوز هيبقى نون فيجواليز.
وهنا برضو في الـ MSD ظهر السيكولي بتاع الثرومبوزز. اوكي، في الديفيوجن ويتد ايمجز عندنا ان احنا برضو بنشوف زي ما شايفين في الصور كده، احنا شايفين الثرومبس والاسكيميك تشينجز، والسسبتبيليتي بنشوف الهيموراج ان هي بتاعت الانفارشن زي اللي شفناها في الحالات معنا اللي هو الهيموراج انفارشن كده. يعني في حاجات بقى ممكن مشاكل في السي تي تخلينا نفتكر ان في ثرومبس، بس اكشولي هي مش ثرومبس، زي الاراكنويد جرانيوليشن ان هو بيبقى بروتروجن طالع في من الدورا ماتر، يعني بروتودنج في الدورا الفينا ساينسز، فبيديني فيلينج ديفكت، فانا ممكن افتكره ان هو فينا ثرومبوزز. وحاجات شبه الدنس كلوت ساين، ان اساسا نورمالي ممكن ان البين بيبقى سلايتلي دنسر عن البرين تيشو، فانا ممكن افتكر ان هو ثرومبس، فساعتها بلجأ ان انا اعمل سي تي كونتراست. في الام ار اي برضو ممكن حاجات خليني افتكر ان في ثرومبوزس، ان ممكن يبقى الترانزفيرس ساينس هايبوبلاستيك فيبان ان هو زي الثرومبوز، فانا ببص على السايز بتاع الجاجيولار فورمن وبرضه بعتمد على الكونتراست. اوكي، برضه في حاجة ان الثرومبس ممكن later نتيجة الديوكسي هيموجلوبين ان هي بتبقى low signal في تيتو، فبتبقى شبه السيجنال فويد العادي، فانا ممكن امس ان هنا في ثرومبس. وهنا عندي في الـ contrast enhanced MRI انا عندي في flow void، فانا ممكن افتكره ان هو ثرومبس، بس actually هو flow void ظاهر معايا في الـ contrast enhanced MRI. الانفارشن اللي بتحصل نتيجة الفينوس ثرومبوزز بتبقى usually hemorrhagic وبايلاترال، لأن ال بتبتدي بفازوجينيك إديما، وبعد كده نتيجة زيادة الانترا فينوس بريشر، وبعد كده بتقلب بسيتوكسيك إديما لما الانفارشن بتحصل، وده بعكس الأرتيريا انفارشن اللي بتحصل بتبقى اسكيميك على طول وبتعمل سيتوكسيك إديما. هنا مبين ان انا عندي باراساجيتال في حاله السيفير ساجيتال ساينس ثرومبوزز، والتمبرال نتيجه الثرومبوزز اوبين الاوكلافي او اللي هو الترانزفيرس ساينس اللي بيدرين فيه. الفينس تيريتوري هو variable شويه، بس يعني في variation كتير، بس زي ما باين في الصور كده ان انا عندي البرانسل والاوكسيبيتال تبع السيفير ساجيتال ساينس، التمبرال بيبقى تبع الفينوكلابي، والسبينوبارايتال بيدرين البارايتال اريا، والانترنال سيريبرال فينز اللي هي البايلاترال سيراميك اريا. في حاجة برضو ان في تيومرز ممكن تكسبند في الفينا ساينسز تعمل لي ثرومبوزز، اشهرهم المننجيوما. المننجيوما ممكن تبقى انترا فينوس وتعمل لي فينوس ثرومبوزز، وحالات الليمفوما برضو ممكن تيجي بسيفير ساجيتال ساينس ثرومبوزز، او ان هي تدوس من بره على الساينس فتعمل لي اوكلوجن ليه. في البيدياتريك سيربرال فينوس ثرومبوز احنا قلنا ان اسبابه برضه زي اللي هو في النيونيتال، اكتر سبب هو الديهايدريشن، وفي التشيلدرن انفكشن. البرزنتيشن ممكن يجي بسيجر، ممكن يجي بدايليتد وبلجنج فونتانيلز، دايليتد فينز بلجنج فونتانيل، وفي برضه في التشيلدرن اولدر يعني ممكن يبقى جايز مانيفستيشن في زياده الانتراكرينيال تنشن. هنشخصه برضو ان احنا هو يعني ال diagnostic tool ان احنا نعمل MRI، ده برضو بيوريني ال thrombosis. لو عملنا CTOS contrast هيوريني برضو ال filling defect، وعلشان ال infant بيبقى عندهم ال anterior fontanelle لسه مش حاصل closure، فممكن نعمل Doppler يوريني ال venous sinuses يعني.
في حاجات برضو pitfalls ان انا ممكن افتكر ان في thrombosis وهو ما فيش، ان البيشنت الاطفال عندهم السوفت والفلكسيبل سكال بتاعتهم، فممكن نتيجة البوزيشننج بتعمل كومبريشن على الساينس فبتديني وهم ان هو اوكلوزز يعني، فده بيعتمد على البوزيشننج، وممكن ساعتها بيلجأوا ان هم يدوا له كونتراست وحاجات ملهاش يعني داعي، بس دي بتختلف مع البوزيشننج بس. بس شكرا. شكرا دكتور، صراحة شرح مميز. عايزين بس الباوربوينت لو ممكن، يعني حاضر. أوكي، شكرا يا دكتورة مريم، شكرا يا شباب، نشوفكم يوم الثلاثة الجاي إن شاء الله. مش دكتور، احنا عايزين الباوربوينت دكتورة، لو الدكتورة حاضر. تبعته على انت فكرة على حاضر، هبعت ابعت لي الدكتور عايدة مثلا، لو الدكتور عايدة تفضل تبعت لنا المجموعة نتأكد معاه. هنحطها على جروب اللي هو الجورنال كلاب. بالضبط بالضبط حضرتك. تمام، ماشي ماشي ماشي، خلاص، شكرا شكرا يا شكرا، شباب، ربنا يجزيك خير نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. يا رب، إن شاء الله.